في نفس هذا اليوم منذ 44 عاما وبعد 6 أيام من بداية حرب أكتوبر المجيدة، حققت قواتنا المسلحة العديد من الانتصارات وكبدت العدو خسائر فادحة. مزيد من التفاصيل حول ما تحقق في 12 من أكتوبر لعام 1973 في هذا العرض المعلوماتي والزميل محمد ترك. أهلا بكم. منذ اللحظات الأولى لحرب أكتوبر والانتصارات تتوالى، ومعها تتوالى أيضا خسائر العدو. ومع دخول الحرب يومها السابع اشتدت الاشتباكات على طول خط المواجهة، ففي ساعاته الأولى هاجمت قواتنا الجوية مراكز قيادة العدو في المحور الأوسط من سيناء وقصفتها بالصواريخ، ما أسفر عن تدميرها تماما. قام تشكيل من طائراتنا ليلة 12 من أكتوبر بالهجوم على مراكز قيادة العدو في أم مرجم والطاسة على المحور الأوسط من سيناء، كما قامت بقصفها بالصواريخ فاشتعلت بها النيران ودمر للعدو محطة رادار. وعلى الساحل الشرقي لخليج السويس رصدت قواتنا البحرية 3 من لنشات الصواريخ البحرية المعادية ترافقها مجموعة من قوارب الكوماندوز، فقامت مدفعيتنا بقصفها ودمرت أحد اللنشات وبعض القوارب. وقد طرد تشكيل بحري من قواتنا البحرية باقي القطع البحرية المعادية أثناء انسحابها إلى ميناء رأس سدر، وتم قصفه بالصواريخ والمدفعية البحرية فدمر اللنشان الباقيان وباقي القوارب كذلك. وحينها شهدت النيران مشتعلة بمنشأة الميناء. وقام بعض المواطنين بأسر 2 من طياري العدو ممن أسقطت طائراتهم في معارك 11 من أكتوبر، وقاموا بتسليمهما إلى قواتنا المسلحة الباسلة. في الساعة 11 من صباح هذا اليوم دارت معركة بين أحد تشكيلاتنا البرية تعاونه قاذفاتنا المقاتلة وبين تشكيل ميكانيكي معاد مدعوم بالدبابات. دارت المعركة في القطاع الأوسط من الجبهة وأسفرت عن تدمير 13 دبابة معادية و19 عربة مدرعة ونحو 200 فرد ما بين قتيل وجريح. كما استولت قواتنا على دبابتين من طراز باتون وأسرت طاقميها، وقد عادت جميع طائرتنا إلى قواعدها سالمة. حاول العدو بقواته الجوية خلال 12 من أكتوبر أن يقوم بغارات جوية عدة ضد منطقة بورسعيد وعلى قواتنا البرية في القطاع الأوسط من الجبهة، وتصدت له وسائل دفاعنا الجوي فأسقطت 7 طائرات فوق منطقة بورسعيد و8 طائرات فوق القطاع الأوسط منها 3 هليكوبتر، حيث يكون بذلك إجمالي ما خسره العدو من الطائرات على الجبهة المصرية في 12 من أكتوبر وحده 15 طائرة. كان هذا عرض للانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة، وذلك فقط في 12 من أكتوبر عام 1973، يوم من كثير من الأيام، يوم في تاريخ أبطالنا.